لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. في من يرسلوني في سؤال: هل تراجع الأمل في إحداث القطاعة مع العصابة؟ الأمل ما زال قائم، ولكن هذه الممارسات خاطئة، والشعب الجزائري اللي آمن بضرورة التغيير إذا خلى هذه الأمور ما يخدعوك، يقول لك مثلا مرروا الدستور وبعد ذلك يزيد يجي يدير لك البرلمان، تراكمان 12-12، مشيتوا في الخيار لكننا لم نفلح في أن يكون الرئيس من الحراك، جيد الدستور يفوتوه مثلا، فات الدستور وقالوا نعم، اللي راحوا قالوا نعم من جاء نجحوا، فوت الدستور وبعد فوت البرلمان. أنا أقول لكم هذه الحالة مطلب التغيير سيدفن، لأنه لا يوجد حقيقة عن أنظمة راهي لا تغير. متى تغير الأنظمة؟ لما تكون تحت الضغط، لما تكون تحت الضغط سواء ضغط داخلي أو ضغط خارجي، ولما تجد حريتها ولم تجد الشعب ساكت تحول لها عبارة عن قطيع، في هذه الحالة لن تغير. تشوف في روحها راهي مليحة، علاش تعب في روحها؟ تعب في روحها، ما تعبش روحها، لانه شكون لنفرض الرئيس حاب يتعب روحه؟ الرئيس لازم له راهي دوله الجزائر راهي 40 مليون، وراهي من اكبر الدول مساحه وامكانيات وكذا وكذا وكذا، اي يحتاج الطاقم كل كي يلقاها راكده وطمونجي، راح كل واحد يفكر كيفاش يبني مستقبله، كيفاش يدير لاروتريت نتاعو، كيفاش ياخذ مرسو وتراب، كيفاش يبني دار، كيفاش يدير مشاريع، كيفاش. هذه هي الاشكاليه وين رايح تروح. لذلك الامل في التغيير ما زال قائم، ولكنه سيدفع، ولكن الجزائر، الشعب الجزائري إذا رفض هذا الدستور ذهب بقوة لغال. كان خطأ داروا في أول نوفمبر، أنت درته في أول نوفمبر، والجماعة اللي وراك، المستشارين اللي وراك أوحوا لك بأنه يكون هذا التاريخ، خلاص الجزائريين سيدافعون عن بيان أول نوفمبر في أول نوفمبر برفض هذا الدستور الذي يتنكر لبيان أول نوفمبر. هكذا تكون الأمور، وهذا الذي يجب أن يكون أيها الجزائريون، لأن هذا الدستور والله سيدفن حتى حلم التغيير. وأنا أقولها لكم، ليس في المواد، الدستور في الجزائر لا يطبق، أنا أقولها لكم إذا طبقوا منه 20% راهم ليه، ولكن أقول لكم الاستراتيجية القائمة بتمريره وثم تمرير بعض انتخابات أخرى وكذا وكذا وكذا، وأروح ثم وقول له راني كنت 22 في فيفري 22 فيفري لما خرج الجزائريون، خرجوا ضد العهد الخامسة وطلبوا بفتح بمحاسبة الفاسدين ومحاسبة نظام بوتفليقة والقطيعة معاه وكذا وكذا وكذا. هذه المطالب ما هو طالب الجزائري يدير لي دستور جديد، طالبين بناء مؤسسات، والمؤسسات هي اللي تبني الدستور. وإذا كنت أنت أيها الرئيس تم انتخاب وندرك نسبة المشاركة كيفاش كانت سيئة أو غير من المفروض، أنه أول مشروع تأخذه يشاركوا فيه كل الجزائريين، مش الجبهة أصلا اللي هي معاك تمزقت بين رافض خير الجزائر ما بين هويته وما بين مستقبل بلده، وما بينك أنت أيها الرئيس رح يختار مستقبل بلده، ويختار مثل ما خير ما بين الفوضى أو المسار الدستوري اللي دعا ليه القايد صالح، اختار المسار الدستوري الأكثرية الجزائرية، اختاروا حتى إذا كان ما ذهبوش لصناديق الاقتراع، ليسوا كلهم معناها مرافضين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.